الزلف اللون أكرر من جديد الجمعة 122 من تيزي وزول اللي ترحب بضيوفها اللي ضاقت بهم السبل وجاو يمشوا في عاصمة الأحرار، عاصمة النضال السياسي، عاصمة المعارضة ضد النظام الذي يواصل في استبداده لقمع الحريات وقمع كل المطالب السياسية. شفنا واش صرى السبت اللي فاتت، بصح هذا النظام تعطيه كيف كما تحب ما يفطنش باسكو راه في سبات عميق، نظام في سبات عميق، مش بعمل تو دو بارتيسيباسيون تخي فابل تاع لو 12، مش بعمل تو دو بارتيسيباسيون تخي فابل تاع 1 نوفمبر، il lui fallait une troisième gifle باش يفهم بان الشعب الجزائري ماشي منطقه القبائل، باسكو ان اسيون دو مونتري باللي المسيرات مازالها تسير وتكمل غير في منطقه القبائل، دوك غير هذه المنطقه اللي راهي من بكري هما ما يعجبهم والو ضد النظام، نهار كملت سغون، نهار كمل كونتر، نهار كمل المعارضه، دوك جو بونس كو 74% دابستونسيون ني با نو ريبريزونت با كو لا كابيني، هذه سي فريمون غباء، غباء سياسي، وجو ميكسكوز ديتيليزي لو مو كي ان مو تاع لا مود خرج مع هذا الحراك وهو الاستحمار. الاستحمار هذا تاع النظام اللي راه ساكن فيه راه يقول لك باللي العزوف راهم موالفين، لو كورونا إلى كونتريبيي في الارقام، الوغ كو شفنا كامل الحمله الانتخابيه كيس كي سي باسي، عطاو لهم لي سال لي فيديو خرجوا بلي سي دي سال فيد، اوكان كونديدا اوكان بارتي ما قدر يدير حمله انتخابيه ديني دو سو نو، كمل داروا دي كومباني اترافير دي ريزو سوسيو، دي ماسكارات، اوكان سلوغون، اوكان بروجي بوليتيك، اوكان بروجي ايكونوميك، ريان، اي سو سون توس كونسونتري سور ديفيرسي لور هان سور la Kabylie, sur traiter la Kabylie de tous les maux, eh ben, la Kabylie, elle vous dit que nous avons la clé de la libération de ce pays. On l'a libéré une fois en France, on va la libérer Moulet de France. Ouais. Et c'est ça la vraie, le vrai message. Et l'youm, le fait que toutes les wilayas, la pancarte pour dire qu'il vient de Tbessa, ou elle vient de Chalchel, ou de Tipaza, ou de Blida, ou de Mdia, de Mouharan, l'Asima, ils sont tous là. Donc, c'est le message que nous sommes dans la Thawra Silmiya. الان واش كاين؟ انا كيقولوا لي تيزي وزوز 0.72% هادو لي 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 7 ولا 1 ولا جو با كومبيان دو ديبيتي اللي خرجوا يفون ريبريزونتي كي؟ اي نو ميم با ايتي كابابل دو ركوير اصوات تاع العائله تاعهم، اصوات تاع جيرانهم ما فوطوش عليهم، دونك هذا تعيين، هذه سيت اون اسومبلي ديزيني ومنطقه القبائل اذا افتخرت بانها زيرو فوتون 2012 le 12-12, zéro votant le 1er novembre, 0.74 le 12 juin. بأعضاء وأفراد الجيش الشعبي الوطني ما دفعتهمش باش يروحوا للمالي ولا وين يروحوا باسكو سيفي كيل بارت دون ان سول بيي تاع الساحل تولي هما لا فساد تولي لاغمي تاع الجزائر هي الباخشوك دونك حنا نفتخر اننا رغم اننا اون غوسو اشد قمع عاشتو منطقه القبائل منذ 63 وما زلنا مالغري نقولوا دوله مدنيه ماشي عسكريه هذا لكي نحمي الجيش باسكو الجيش كيدخل في السياسه راه قهر مؤسسه الجيش، حنا نقولوا ان خروج الجيش من المجال السياسي هو حمايه للجيش، دونك نفتخر اننا لم نصوت ليرسل ابناؤنا الى المالي، اشو اي فخر لهذا لاسومبلي اللي رايحه تفوطي لو ديبلويمون دو لارمي الجيريان اون دور دي فرونتيير، واش من الفخر لهذا لاسومبلي اللي يعطوا لها هذوك لي زوردونونس اللي داروهم في المواد اللي فات تاع قمع كل اصوات الاحرار يروحوا يفون فاليدي هذوك لي زوردونونس اللي خرجوا بور كاليفي اكس وي غراك دو تيروريست واش دونك هذو ممثلين الشعب راهم رايحين ينتخبوا دي لوا كونتر الشعب ما يمثلوناش والرد تاع السكروتان دو 12 اي اون بروف
باللي هاد لاسومبلي راهي رايحه تمثل النظام وراهي رايحه تمثل ورقه الطريق تاع فئه من النظام وكاين فئه اخرى. حنا نقولوا ان الشعب يرفض يدخل في صراعات بين الاجنحه. الشعب خرج لو 22 فيفري لاسقاط نظام. هذا النظام ما حبش يعترف بالسياده الشعبيه. هذا النظام قهر الشعب الجزائري اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحقوقيا. الان كما قال الاستاذ بوشاشي قال لك المسيرات اللي طيحت بوتفليقة وجابت تبون هذوك مسيرات مباركة، والمسيرات اللي راهي تقول أننا ما طلبناش نحي فلان وتجيب فلتان، رانا نهضروا على منظومة حكم لازم تتغير، رانا نهضروا على حلول سياسية يجب أن تتبناها السلطة مع الشعب، رانا نهضروا على السيادة الشعبية، رانا نطالبوا أنه العدالة ما تقمعش شعب باسيفيك، رانا نطالبوا أنه الحوار يتحل مع كل فئات المجتمع والأحزاب السياسية الحقيقية والنشطاء السياسيين pour trouver أرضية توافقية pour aller vers un saut vers la démocratie. حنا on ne peut pas parler en 2022 on ne peut pas parler de الرجعية عن بعض الحريات اللي اكتسبناها après 88. On ne peut pas revenir sur le multipartisme. Or هما راهم رجعوا على التعددية السياسية بعثوا لي ميزون دومور لي بارتي بوليتيك راهم يتبعوا قضائيا النشطاء السياسيين راهم يغلقوا في الصحافة الحرة راهم يتبعوا لي جورناليست راهم يعتقلوا في المحامين يعتقلوا في النشطاء. دونك سي مي با بوسيبل دو كونتينيي كوم سا. الدولة بمؤسساتها وبشعبها في خطر. في خطر. اون لو بو بلو كونسيديري كو سي اون كيستيون دون ريجيون. هذه الثورة ما نهضتش في منطقة القبائل. ثورة 22 فيفري هي مواصلة للنضال اللي انطلق 63 بأيد حمد ورفقائه اللي قالوا اون نو بو با ديتورني لو فلوف دو ليستواغ اي دو لانديبوندونس، اون بو با كونفيسكي لانديبوندونس. طلعوا للجبل en 63 pour dire non au coup d'État contre le GPRA, non les Dababa les Dkhalet Mawoujda, non la casquette qui a pris le pouvoir. Et depuis 63 à ce jour, c'est toujours la casquette qui ordonne, qui commande et qui décide de l'avenir de l'Algérie. Je suis persuadée, peut-être à tort ou à raison, أن في هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة عسكرية يحبها الشعب، هي مؤسسة شكون اللي كاين داخل ولادنا، جو سوي بيرسوادي كو كاين فيها رجال، كاين فيها رجال عندهم مسؤوليات وعندهم حب الوطن. أنا نخاطب هذا الحب، هذا لا فيبر ناسيوناليست كي دوا إتر دون لو كور دو شاك ألجيريان، نخاطبهم باش نقولوا بلي هذه النزعة الوطنية لازم تنوضهم وتقول بلي كفى. Nous devons tous sauver l'Algérie. On ne pourra jamais supporter un autre choc. On ne peut pas supporter un autre choc. L'Algérie va s'écrouler si Hado continue à jouer, s'il continue à jouer, à utiliser le peuple comme otage. Et Chab Rahrahina, Bain, une lutte de clans. انت تدخل جماعه تاع فلان وانت تدخل جماعه تاع فلان، هذا طلق له هذا ديه. سمعتوا كامل واش قال احسان قاضي كي داوه كي خطفوه لا في دي زيليكسيون، سمعتوا كامل كيسكي لا راكونتي، سمعتوا كامل سكا دي خالد درارلي، قريتوا كامل لا ديكلاراسيون تاع كريم طابو البارح. او فا لالجيري او فا لالجيري. On ne veut pas détruire notre pays. C'est une lutte pacifique. Laisse, chauffe. Anna, je pense qu'il y a une lecture très claire, une lecture politique, une lecture qui s'inscrit dans l'état العالمي. Est-ce que شكون يقدر يقول علاش هناك برلمانيين ونواب فرنسيين راهم ils critiquent le pouvoir et ils critiquent le pouvoir français qui soutient le pouvoir algérien. Alors باسكو ماشي باسكو يحبونا، سي فغي يقولوا بلي هما ارض حرية الانسان، هما ارض الحريات، ارض حقوق الانسان، إي لو ديز، سي لا تيغ دي ديموكراسي، لا تيغ دي دغوا، إي لو ديز، إي لو فيف، مي لوغ ديريجون سوتيان لي ديكتاتور بوغ لوغز انتيغي. هما ما نهضوش باسكو يحبونا،
ما نازوش باسكو ريالمون يفالو اون اوفرتور ان الجيري، نازو باسكو خايفين لو كان ضيق في الجزائر كاع ولادنا يهربوا ليهم. ديجا همهم ما قدروش يزيدوا ليميغراسيون كلانديستين. سي سا كونت اون لوغ دوموند ديكوتي لو بوبل، سي بور لو مانتونيغ شي لوي. باش هاد البوبل كيكون هناك انفتاح يقعد شي لوي، سي توتافي لوجيك. هم خايفين على بلادهم. ايزون غيزون. إيزون غيزون دافواغ بور بور لوغ بيي. حنا لي ديبوتي هادو كاع المترشحين هادو اللي طلعوا اللي ولا شكون فيكم سمع إلا دينونسي لا ريبريسيون كونتر لو بوبل ويجي يقزب لك يقول لك أنا واحد فوطي في الليل. كي دونتر خرج دار اون فيديو قال هذا النظام لازم يحبس القمع. أنا نترشح بصح حتى يخرجوا لي ديتنو، جي بوزوان دو لوغ فوا. وهاد لي ديتنو ما عندهمش اون فوا باش يفوطيو، ما عندهمش حق يخيروا. جوسكا طون on va continuer à mépriser هاد الشعب. Jusqu'à quand on va continuer à dire بلي هاد الشعب مازالو صغير ما يعرفش انا نخير في بلاصتو. Jusqu'à quand on va continuer à enlever au peuple le droit de choisir son président, ses représentants, de choisir son mode de gouvernance. Jusqu'à quand on va dire يقول لك بلي كل نداء لاسقاط النظام يعتبر عمل ارهابي. او هذه كارثه. هذا جهل. جهل كل المؤسس، كل الشعوب في العالم، حتى الشعوب الديمقراطيه اللي يعيشوا في الدول الديمقراطيه، كي ما يعجبهمش ان غوفرنمون ينوضوا يقولوا بلي هذا ما راهش يخدم مليح، ينوضوا يقولوا بلي هذا لازم تنحيوه ونبدلو باسكو ما راهش يخدم عليا. حنا نوزافوا ان بوفوار، لا موتي دو سي مينيستر ايت ان بريزون، لا موتي دو سي مينيستر ايت ان بريزون، تو لي جور يجيبوا لنا اون كاتيغوري دو مينيستر متورط في لا كوربسيون، ومن بعد نحي هذا الكلون زيد دخل هذا خرج هذا. مي سي با بوسيبل. الشعب راه يقول لكم حنا ما نظنش ضد اشخاص، حنا رانا نقولوا لازم نديروا حوار، حوار حقيقي، نديروا ندوه وطنيه للحوار حول الارضيه، ارضيه مشتركه. واش الارضيه المشتركه؟ الارضيه المشتركه سي لي بريالابل اللي ما نقدروش نبنوا بها دوله قانون بلا ما نتفاهموا عليها. لي بريالابل سي كوا؟ سي الحريات الفرديه والحريات الجماعيه. كيف تجي حريات فرديه؟ هي حريات المعتقد، حريات السير، حريات الانخراط في المجال السياسي، حريات حريات التحزب ولا ماشي تحزب. سا سي لي بريالابل، سي لي بريالابل. الحريات الجماعيه هي الحريات في الانخراط في الجمعيات في الاحزاب السياسيه، هي حريات التظاهر، حريه المسيرات السلميه، حريه الانخراط في النقابات. هذه هي الحريات، هذه الارضيات، حقوق المراه، حقوق الطفل، الحقوق، الحفاظ على الهويه، الحفاظ على الهويه. انا يجي واحد يقول لك هذه القبيليه هذه الامازيغيه عمري ما سمعت بها، او عمرك ما سمعت بها باسكو tu es un extraterrestre, tu n'es pas le fils de tu n'es pas l'enfant du pays. Quand on n'a jamais entendu parler de tamazir c'est qu'on est venu d'ailleurs. On n'est pas l'enfant de la région, on n'est pas l'enfant du pays. Parce que qui ne connaît pas, qui ne connaît pas. J'ai eu à intervenir le jour des élections, j'ai intervenu sur BBC Arabe. J'ai voulu واحد تاع الفلان. Moi j'ai répondu limaza هناك عزوف عن الانتخابات. J'ai répondu politiquement. Politiquement et poliment. Parce qu'il y a deux concepts, سياسيا واخلاقيا. يعطي له الكلمه. كان في العاصمه يعطي له الكلمه واش يقول. اي جو فوز انفيت ا روفوار لا فيديو راهي تمشي بي بي سي عرب. جو فوز انفيت ا لا روفوار. يقول تلك المنطقه العلمانيه المتطرفه المنحرفه التي تريد تقسيم البلاد. او زري غنسيدي بنشتني واحد الكره واحد لارسونال تاع السم راه يدفق. وهؤلاء لا نعرف لهم اصل. نحن الفينيقيين، من الفينيقيين الى العرب الى المسلمين. انا ودي بون يعني الاسلام مرداك ياك عرفان صافي سي با صافي بوغ لوي سولوي الواد دوفان ذا اسكو سان دوفان تيد الصحراء اسكو فاتيد لي ديناصور الواد دوفان دوك وكينيس واذا خطبكم الجاهلون فقولوا سلامه نو سني وسني غير سلامه جو ريبوندو باسكو اش قال هؤلاء نو الى ايتي بلو لوان اش قال تلك المنطقه التي انجبت جنرالات التي انجبت جنرالات فرنسيه ومنهم الجنرال توفيق وجنرال تواتي اللي جاب حداد اللي كلاو البلاد. بعد كي نريبوندي غاس نغاس انا انتمي الى حزب افتخر انه هذا الحزب اللي ناض في الدم وفي الدموع وفي الالم ما عنده اي قيادي في الحزب في الحبس على قضايا فساد. نغاس انت
كاع الامناء العامون تاعك راهم في الحبس على قضايا فساد. على قضايا فساد. هذه وحده، هذه وحده. اثنين، قلت حنا نفتخر، نفتخر اننا كنا وسنظل الى جانب الشعب. انتم البارح كنتم مع بوتفليقه، اليوم راكم مع تبون. صافي انتم مع الواقف، ما تحوسوا لا على الشعب لا على الدوله لا على والو. ومن بعد دي تريبوندي ستادير توغال سيت ان بينغ بونغ. ومن بعد كفير كفير بور لوي دير كفير بور لوي دير وي صافي جينيرال تواتي باسكو القبايل هدنا اني جي دي كيلكو شوز كو بوتيتر Neras, comment peut-on expliquer que de tels propos soient tenus sur une télévision publique? Amintem Bengrina, Khadmen Kanoun, les Tejrim, Kul Kalima Ansouria, Tejrim, Kul Ihana, Kul Seb, Irqi, ou Intisab, Neras, qui sont épargnés. Ça veut dire que ces lois, ce n'est pas des lois de la République, c'est les lois d'un régime qui veut réprimer le peuple qui est contre lui. Nous, on n'est pas contre l'État. لازم المفاهيم تولي لازم نولوا نهضروا على المفاهيم لي كونسيبت. الدوله سورتو اللي رايحين يشوفوا هذا لا فيديو ما لازمش تخلطوا بين السيستم والدوله. الدوله هي المؤسسات، الدوله هي الشعب، الدوله هي الارض، هي العلم، هي المؤسسات اللي لازم تخدم على الشعب. اما السلطه لو سيستم سي سولوي كي يوتيليز هو اللي يستعمل مؤسسات الدوله باش يكرز الشعب باش يخدم على روحه يخدم على عصبه. انا كي نشوف لي فيديو اللي صراو ابري لي زيليكسيون يخرجوا الناس يقول لك التزوير بوغاج تاع لي زيرن جابوا لنا دي زيرن بلان. ومن بعد يخرجوا في التلفزيون او حكمنا جماعه في مسيله كانوا يعمروا لي زيون كانوا زوروا كانوا يا احنا ما يهمناش درتوها بيناتكم فروها بيناتكم سي با نوتر بروبليم. هذه ورقه الطريق تاعكم ماشي تاعنا. احنا نو بو با نيغوسي افيك 250 ديتنو اون بريزون افيك محبوسين راهم داروا اضراب عن الطعام باش يسمع بهم العالم. محبوسين راهم يسون مالتريتي اون بريزون. محبوسين في عزم وباء كورونا اللي راهم يهضروا عليه باش يقمعوا الشعب بصح ما كاش كورونا باش يدخلوهم الحباس وين بلوس دو 90 ديتنو دون دي بوتيت دون دي بتي بافيون. سو ني با نورمال دو دالي فيغ دي زيليكسيون وين كاين ولادنا في الحباس وهادو سي با دي سيتويان. علاش توسخ له كوارتو؟ انا نقول ما وسخولوش كوارتو، انا اللي يخرج افيك ان كازي جوديسيير وين مكتوب عليه التحريض ولا جو سي با المساس بور لوي سي ان هيرو. وسام شرفي، وسام شرفي باسكو على باله باللي ما حكموش على اساس ملف غيال، حكموا على اساس تعليمات، حكموا على اساس اون لوت دو كلون، حكموا باسكو عيطوا له قالوا له القضيه هذا طلعوا هذا طلق له هذا، ما كاش. دوك الشعب كيطالب باخراج العداله من هذه الصراعات السياسيه، ومن بعد كي نجوا حنا نرافعوا يقول لك استاذ رافع لي في الملف ما تعرف ما ترافعليش سياسه، واش نريبونديو لهم؟ نحي الملف ما نرافعلكش سياسه. إن ياك لا بوليتيك دون سو دوسيي، وراه القانون لو كان كاين قانون ما تجيبوهش. لو كان احترمتوا القانون ما تجيبوهش. Parce qu'il n'y a rien de légal dans ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est purement politique. Je ne sais pas si vous avez le canon. Vous avez une licence, vous avez une licence. Vous avez le seul. اللي راك رايح تحكم على بالك بلي سيت اون اريستاسيون اربيتخيغ، على بالك بلي ما كانش تحريض على التجمهر. الكلمة الأخيرة نقول كاين واقع، كاين واقع ما لازمش نكروه. الثورة هذه تو الموند كاع على بالنا مكتبتات. واحد ما على بالو مكتا تخلص. هذه سي لا بروميير كونستانت. هذه من الثوابت الاولى تاع الصراع. على بالنا مكتا بدات ما على بالناش مكتا تخلص. هذه الاولى. لا دوزيام بزاف راهم يحاولوا ثاني يكسروها. عذاونا غثان داخل السيستم السنيف يوعر وين لنا كوت يبا كومونسي ا ديفيزي تاعنا من الداخل. من الداخل واعر كي يدخل لداخل ويجي يخرب ويجي يكسر. انو ديتر فيجيلون علينا بالحذر باسكو لو بوفوار هذا سيل سو مانتيان سي باسكو عنده ولادو داخلنا عنده ولادو بيناتنا. قلتو هذو كاع اللي حطوا روحتهم للترشح هذو كاع ديال سنه الفوت وسنقرع شمك
انشدينا كدي قال عمي الخضر دائما تدار اختي فلاس يعفو يرحم هذا فلاس يعفو يرحم يقرد قد ما طال الحراك قد ما يغربل في الاحزاب السياسيه سونت انفيلتري الجمعيات انفيلتري لي سانديكا انفيلتري الحراك انفيلتري لي كارتي انفيلتري عند هذه مؤسسه تعمل والنظام دخل ولادو بارتو